السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة أم آية، إن شاء الله تكونوا في صحة وعافية إن شاء الله. قبل ما نبدأ ونشوفوا هذا الفيديو، لنسى الصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله. اليوم راح نطيبوا العسل ونقول لكم يعني السر تاع النجاح تاع العسل هذا، تقدري تستحفظي به حتى عام ما يخسر ما والو. الآن فوتوا على بركة الله، نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. هنايا عندي 2 كيلو سكر تاع مرسو كوم سا، واللي ما عندوش يدير السكر نورمال. هنايا بين السكر وبودغ والسكر تاع لي مرسو عندي 3 كيلو، يعني اللي ما عندوش سكر مرسو يدير 3 كيلو تاع السكر عادي. وسر نجاح هذا العسل هو السيترون، نديروا له حبه تاع القارص باش يقعد يعني ما يبسش، يقعد ما شاء الله. الان فوتوا على بركه الله، نشوفوا طريقه التحضير. هنا نجيبوا قدرة نديروها على النار، نضيفوا السكر، نضيفوا الكيلو تاع السكر بودغ، نخلوه يتحمر شوية حتى يرجع شوية احمر، من بعد باش نضيفوا السكر تاع لي مخصو ونضيفوا القارص ونضيفوا 3 لترات نتاع الماء. تمي تحركي هكذا حتى تشوفي اللون تاع السكر بدا يتغير ويولي كيما الكراميل، ودائما تحركي باش ما يتحرقلكش السكر باش ما يلصقلكش في القدره ثاني. دركا نضيفو السكر مقصو ونضيف نقص النار ونضيف الماء، قلنا 3 لترات نتاع الماء. نضيف شرائح نتاع القارص. الان بعد ما ضفت الماء وزدت القارص نخليه يطيب، نزيدو له النار ونخليه يطيب حتى العسل تاعنا يعقد مده 1 ساعة، ومن بعد تشوفوا الشكل النهائي للعسل اللي طيبناه معكم اليوم ان شاء الله. يلا بعد ما مرت ساعه، كيفاش تعرفي العسل تاعك باللي صايي راه جهز؟ ديري هكذا شويه وتحطيه هكذا على البلون طافاي تاعك، تخليه 1 دقيقه حتى يبرد، من بعد نوري لك كيفاش القوام تاعو، تلقيه عقد ثم تطفي على العسل تاعك. شوفي كيفاش هاو عاقد، هاد الساعة طفي عليه النار وخليه يبرد، من بعد ديريه في بنارة ولا ديري فيها امبوات وخلي عليه، يعني يقعد لك مدة عام وانتي تخدمي به ما يخسر ما والو ما يبسش. فوالا هذا هو الشكل النهائي تاع العسل اللي درناه معاكم اليوم، راه يجي ما شاء الله يجي روعه، وتقدري تستحفظي به حتى يعني سنه كامله ما يخسر ما يبس. وسر النجاح في هذه الوصفه، ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه وتجيكم سهله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.